افتتاح فاطمة هي مديرة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع وهران. صباحك مبارك سيدة فاطمة. صباحك أسعد أختي شكرا. العزيزة، شكرا على مرحبا بك، الاستضافة، بارك شرفتينا. الله فيكم، لنا الشرف. يعطيك الصحة. وكذلك حاضرة معي السيدة نصيرة حمادي، هي منسقة مقاطعة مؤسسات إعادة التربية وتأهيل الأحداث بوهران. صباح الخير سيدة حمادي. صباح النور، صباحك أسعد، شكرا. مرحبا بك، شرفتوني. والله جميل جدا. أنا المنقول أنه جميلات الجزائر، جميلات وحرائر الجزائر، كل واحدة في مجالها. ولما نقول محو الأمية، من علمني حرفا صرت له عبدا، فشيء مهم جدا. حسنا، بما أننا كنا نعيش في اليوم العالمي، هو 8 سبتمبر المصادف لليوم العالمي لمحو الأمية، العلم هو شيء مهم جدا سيدة فتاح. ربما تحدثوا على هذا المركز اللي هو يعد من أهم المراكز هنا بمدينة وهران، وناس كثر ربما ما على بالهمش بتواجده. يلا احكي لنا شويه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، استهل هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاه والسلام: اطلب العلم من المهد الى اللحد. ملحقه وهران للديوان الوطني لمحو الاميه وتعليم الكبار تتشرف بهذه الاستضافه، وكثير لكم. فيما يخص الالتحاق بمحو الأمية ليس له شروط، فكل الفئات معنية من كبار وصغار. نتحدث عن الفئات، كل الفئات معنية. لماذا؟ لأنهم ممكن الشيوخ بدون تعقيد الامور، الشيوخ ما سبق لهمش ممكن الاستعمار، ما التحقوش بالدراسه، كيفاش عاشوا بكري، كيفاش اكيد. معليش خلينا اللغه الثالثه الدارجه هكذا باش يفهموك المشاهد. عندهم أكثر ظروف اللي ما التحقوش بالدراسه، ابواب محو الاميه مفتوحات لهم. محو الاميه راها مركزه من كل دول العالم، وبطبيعه الحال وطننا العزيز يركز على هذه الفئه، وان شاء الله ربي يوفقنا باش ناخذوا على محو الاميه. ربما النسبه المئويه اللي توصلت لها الجزائر، اللهم لك الحمد، من 8 الى 10% القضاء على الاميه، الحمد لله. نعود نركز على كل الفئات معنيه، كبار صغار، اولادنا مساكين عندهم اسباب ما التحقوش بالدراسة، مختلفة، أسباب مختلفة، التسرب المدرسي، ظروف اجتماعية، كاين اللي ما عندهش الوسائل باش يروح يدرس، كاين اللي عنده تفكك الأسر، تفكك الأولياء الأمور أدت إلى التسرب المدرسي، ولهذا الأبواب محو الأمية مفتوحة لهم بدون شروط. ولهذا نركز على أبنائنا، وفي إطار التحسيس ونقول لهم مرحبا بكم، ورانا الدولة راهي مسخرتنا باش نخدموكم، وان شاء الله يا ربي يوفقنا باذن الله. نعم، يعطيك الصحة السيدة فتاح. فاطمة ماهيش اكيد مهمة صعبة جدا، ومهمة كذلك شريفة. نمر لك سيدة نصيرة، بما انك مهتمة اكيد بمقاطعة ومؤسسة اعادة التربية، ومثل هذه المؤسسات هو شيء مهم جدا اننا لما نشوف انه هناك فرع محو الامية، وخاصة انه الناس اللي متواجدين هناك دائما يتعرضوا الى مشاكل اجتماعية تأثر لهم على النفسية تاعهم، واللي ما خلاتهمش ربما يلتحقوا بمقاعد الدراسة. إذا كيف هي الأجواء عندكم؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مقاطعة مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، مراكز الأحداث، وحتى مؤسسات التابعة لوزارة التضامن، دار المسنين. بالنسبة للمؤسسات، المعلمة تراعي الجانب الإنساني وتقدم دروس، لان هذه الفئات راهي معانيه نفسانيا قبل ما تحتاج للدراسه اللي تهيئها تكون معلمه. كاين جميع المواد ندرسوا فيها، اللغه العربيه، رياضيات، تربيه اسلاميه، نفس البرنامج الدراسي. هناك مستويات، مستوى الاول اللي هو فيه 9 أشهر، ينتقل الى المستوى الثاني اللي هو فيه 5 أشهر، ثم المستوى الثالث اللي هو 4 أشهر. يجتاز الدارس او الدارسه امتحان القاعدي، هذا امتحان قاعدي هو امتحان التحرر من الأمية، ما يعادل شهادة التعليم الأساسي. نعم. ثم يتابع الدارس أو الدارسة مراكز التعليم عن بعد، وهذا بحكم الشراكة بين الديوان الوطني ومركز التعليم عن بعد.
ويجتاز المتوسط ثم الثانوي، وهناك عينات اجتازت البكالوريا في السن. نشوفوا هذه الاشياء رغم كبر السن سيدتي، رغم امراض المزمنه، رغم الظروف. الام مدرسه ان اعدتها اعدتها شعبا كاملا. هناك ثاني تجتاز في بحكم معلمه سابقه، عندنا ثاني حملات تحسيسيه، ما نركزوش على جانب الدراسه، حملات تحسيسيه كما عندنا هذه الايام اكتوبر الوردي، حملة تحسيسية توعوية ضد سرطان الثدي. عندنا حملة تحسيسية بالتنسيق مع شركة سونال غاز. مخاطر الكهرباء. الله يبارك. يعني كل الحملات المعنية بالأمر اللي تهم هاد الأشخاص يوجدوا المراكز. وين ما يكون حدث نركزوا عليه نديروا حملة تحسيسية. مثلا السنة الماضية للأسف الشديد صاروا حوادث كثيرة فيما يخص تسرب الغاز. والمرأة بما أنها هي العنصر الأساسي في المجتمع حبينا نديروا لها تحسيس في هذا المجال، وقمنا الحمد لله بالمشاركة شركة سونال غاز، درنا حملة تحسيسية هذه هي بطبيعة الحال، وصلنا الفكرة للمرأة وهي توصل الرسالة للأسرة كافة الأسرة، ويعني كانت نتائج ملموسة الحمد لله. وكان قبول حتى في الاستدعاء الدارسات، كان قبول وكان إعطاء أهمية كثيرة لهذا الموضوع الحمد لله. يعطيكم الصحة. بخصوص استعمال الزمان للمتمدرسين ليلتحقوا بكم، على بالي انه لما تكون هناك مراه ماكثه في البيت ولا تكون كهله ولا تكون يعطيك الصحه تكون عندها مسؤوليه كبيره، كيفاش راكم ديروا بالنسبه لاستعمال الزمان؟ هل هو هناك دراسه يوميه ولا اشياء تساعدها؟ يجدر بالذكر ان الام مقدم لها من هذا المكان والله العظيم الشكر الجزيل، رغم انه الام مسؤوله في البيت على الزوج على الابناء، مسؤوليه كبيره، نقدم لها تحيه كبيره للام. وكبر السن كذلك عنده دور، ولكن تشوفها هي السباقه، هي السباقه اللي تحضر بالكراس وتكون مواظبه، يعني هذا يشرفنا كثير انه شفناها عينات حاضره في الوقت وما كاش غياب وعاطيه اهميه للدراسه نتاعها. تشوفها ربما هذيك اللمعه في عينيها اكثر من الطفل، صح. ربما ذاك الحلم اللي كان يبادرها الالتحاق بمقاعد الدراسه، خاصه الشيوخ اللي انا نشوفوا فيهم انهم يحبوا يقول لك على الاقل نقدر نرفد كتاب الله. وكأنها تصارع الزمن، ما فاتها من الزمن. كاين أمهات حتى وصلوا كتبوا شعر، أبيات شعرية، عندهم مواهب وما عندهم مسرحيات مواهب. مسرحيات كاين اللي ختمت القرآن ما شاء الله. يعني تشوف الإنجازات اللي تحققت، كل المجهودات تقولي قليلة في خاطر هذه الفئة اللي تشوفها قد ما تتعب قد ما كاين نتيجه لهذاك التعب تاع اللي يعني لم يذهب سدى الحمد لله. تشوف كذلك عينات البناتنا واولادنا في صغار السن كذلك اللي تحروا من هذيك العقده تاع مانيش نقرا، اللي راني ماشي كيما زميلي ولا زميلتي ولا جاري ولا جارتي راهي رافضه المحفظه ورايحه، حتى هما جاوا ودرسوا. يعني في السنه الماضيه لما درنا الاحتفال باليوم العربي لمحو الاميه، يعني كاين مناسبه اليوم العربي كذلك، درنا احتفال كرمنا اصغر سن كانت 16 سنه وكان اكبر سن كانت 85 سنه ما شاء الله. يعني وكنتي قلتي لي انها كملت الدراسه تاعها هذه تاع 85 عام، شكون اللي كملت حتى الجامعه؟ قلت لي انه لدينا عينات عينات هناك عينات كاين حتى في ولايات اخرى، صح. في ولايه اخرى يعني الزملاء خبروني باللي كاين واحد السيده أنيسة كان عندها مرض وحاربت هذاك المرض نتاعها، رغم أنه هذاك المرض يعني كان مؤلم كثير، ودرست في محو الأمية وتوصلت لحصول على شهادة البكالوريا. ويعني كل هذه الأشياء اللي تشوفي هذه العينات اللي تشوفيها حساسة كثير كثير، وتقولي التعب قاعدين كل التعب اللي نقوموا به قليل في هذه الناس. نماذج جميلة ونفتخروا بها،
وحنا نقولوا أن مصلحة كذلك الأحداث بالنسبة لكم سيدة نصيرة هي نعم. من المصالح المهمة جدا 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 جدا، لأنه ما هوش بشيء الهين، خاصة أنه نقولوا فئات المراهقة أنهم مراهقين صح. وهم ناس اللي بدون عائلات حابين يرسموا لنفسهم ويخليوا نفسهم مكانة اجتماعية. سيدة نصيرة والله صدقيني عزيزتي كروح تفتيش زيارة تفتيشية والله تقشعر الأبدان نعم. بناتنا وأولادنا في سن صغير، عندي مركز الأحداث بنات 9 سنوات 8 سنوات صغارات وحابين يقروا، ظروف اجتماعية أو شيء آخر تساعدهم الدراسة أكثر. مام ذكور عندنا 11 سنة 10 سنوات تلقي عندها مسبوقة ضائيا للأسف بصح عندهم ذاك الحماس وبغين يقروا. ما في مؤسسات إعادة التربية الأخرى يقول لك سيدة هذه الشهادة تساعدني باش تخفف من العقوبة ويبكر ويجي، وعندهم ذاك التنافس، وإحنا نزيدهم بالأنشطة بالمناسبات كما ذكرى أول نوفمبر مناسبة مولد نبوي، هذا الشيء نشاطات تزيد ربما تنسيهم ربما تحمسهم تحببهم في الدراسة نعم. أكثر وقلت لي أنه حسنا حتى بالمناسبة عندكم بالمقاطعة أنه الدراسة عنده عادي يكمل ويكمل بالمراسلة ويوصل السؤال ويوصل للباك نعم. هناك عينات ربما وصلت لهذا الشيء وصلت صح صح وخرجت نعم. احكي لي شويه ربما اذا كان هناك عينات ربما لما كملت العقوبه تاعها وصلت للمسار الدراسي تاعها برا وجاوكم عينات هكذا أنا ايجابيه. انا حدث لي يعني امر اثر فيا كثير نعم. مؤخرا كانت مناسبه المولد النبوي الشريف، الاخ والزميل مدير مركز اعاده التاهيل بحي جمال الدين اللي وجه له تحيه والشكر جزيل، كنت مدعوة لهذا الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، وشفت عينات لأولادنا المسبوقين يعني قضائيا لظروف أسرية، هذوك الأولاد من مسبوق تشوفي ولد يقرأ في القرآن ما شاء الله وحافظ الأحاديث النبوية الشريفة وداروا مسرحيات وداروا نشاطات، يعني حقيقة أنا أول مرة نحضر نشاط مثل هذا ولم تعطيهم الفرصة فقط ونركز يعني باش ما ننساش فضل المعلم صح. كنت سبقتي الأخت وقلتي كاد المعلمة أن يكون نعم. رسولة أنا نركز على هذا الأمر، المعلمة اللي مكلفة بتدريس هذه الفئة كان عندها جانب نفسي تعامل به هذه الفئة، هي اللي خلاتهم هي اللي خلاتهم يتعلقوا بها أولا وفي كل الأعمار يعني، وحتى في التدريس النظامي مش وليس غير في المحو الأمي، حتى في النظامي عامل العلاقة بين التلميذ والمعلم عامل مهم جدا، لما تكون العلاقة محبة وعطف تخلي التلميذ يدرس تعطيه تحبب له الدراسة. نرجع لهذه الفئة، هذه الفئة خاصهم حنان صح. محتاجين الحنان خاصهم الاهتمام وخاصهم إيمان كذلك أنه الإنسان تأمن فيهم صح. لما وجدوا الحنانة والعطف عند المعلمة نتاعهم حب التعلق ليس العلم فقط حتى الجانب النفساني لزولها وحضروا هذه المسرحية ويقدموا فيها هكا من كل داخل قلبهم يعني يعني هذا مشرف جدا والله، وانا شخصيا اثر عليا نفسيا كثير، وتشوفي هذا انجاز عظيم اكيد هذا الولد تاعنا يدخل عنده مشكل ويخرج حافظ لكتاب الله ولا حافظ الاحاديث النبويه ويخرج بشهادات ويخرج كمان. متخلق يعني هذا انجاز عظيم، نوجه شكري لاي شخص شارك من بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الأمر. حقا والله أنا نحييكم
استاذه ونحيي ربما هذا الحماس اللي فيكم، لانه بكم انتم اللي راكم تستطيعوا وراكم تخليوا وتزرعوا فيهم جرعه امل وجرعه مواصله المشوار نتاعهم، انه نقولوا لانه بدون علم ما يقدرش يوصل الحياه تاعو. فاحنا نقولوا كرساله ربما لكل الناس اللي تشاهد فينا، اللي عنده ام ماشي قاريه، اللي عنده ربما ابن هكذا يقول لك لا فاتو الحال، اهي كاين مراكز محو الاميه وفروع عديده، سواء دور شباب في نعم. احنا عندنا في مختلف دوائر ولايه وهران مراكز الثقافه، مراكز المساجد، الزوايا، المتوسطات، المدارس الابتدائيه. مؤخرا فتحنا في مركز اعاده مركز تدريب القوات البحريه في ارزيو بالنسبه للمجندين. كاين فئه من المجندين اللي ما جنود ما ساعدهمش مناطق نائيه، بس في مناطق نائيه والان راهم في راهم مجندين. هذا مؤخرا فتحناه يعني، وثاني راه كاين معلمة هناك التعامل حتى هم كبار في السن، ومادامهم جايين من مناطق نائيه محتاجين الاهتمام. صح. محتاجين اهتمام. يعني تخبر فيا المعلمه صابت قبول من ناحية النفسية ومن ناحية الدراسة. شيء والله أشياء جميلة جدا راكي تخبرينا فيها سيدة فتاح فاطمة، ونحييكم ويعطيكم الصحة على هذا، أكيد على هذه المسؤولية النبيلة الجميلة اللي راكم تقوموا بها. ربما في الأخير سيدة فتاح فاطمة، اللي الناس اللي راهم يجيو لعندك للمركز، الناس اللي يأمنوا فيك أنت كمديرة ويأمنوا في المعلمات ككلمة لهم راهم يشاهدوا فيك. أنا من هذا المكان نوجه ندائي لكل الفئات العمرية، نقول لهم بلي الدولة موفرت لنا كل الوسائل للطلب العلم. مرحبا بكم في الديوان الوطني محو الأمية ملحقة وهران. العلم ليس له سن وليس له مكان محدد، يعني ممكن ندرسوا في أي مكان وفي أي سن. مرحبا بكم ونحن في الخدمة. بارك الله فيك سيدة فتاح فاطمة، تشرفنا بك. سيدة نصيرة حمادي، ككلمة كذلك لأطفالك وكل هذه الأحداث المتواجدين اللي رانا نشوفوا فيهم، أنه نقولهم ماهيش نهاية العالم. صح، كيف عندهم سيارة نقولها لهم ما هذا إلا عطرة، ما هذا إلا درس، ليس نهاية العالم، وقادرين تعودوا ما فاتكم. ونقول من هذا المنبر لدارسي ودارسات محو الأمية، علمناكم القراءة والكتابة وتعلمنا منكم الصبر والإرادة، عندهم عزيمة نحزوهم عليها. ما شاء الله. وأتمنى موسم دراسي للأعوان المكلفين مجندين، نقول لهم جنود الخفاء بمحو الأمية تعليم الكبار. وعدنا طاقم إداري من هذا المنبر تحية شكر وإجلال، ونتمنى التوفيق للسيدة المديرة. شكرا جزيلا. شكرا أخت، نشكرك كثيرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. يعطيكم الصحة، نتلاقاو أكيد في فرص واحد أخرين إن شاء الله يا رب. كل شكرا على الدعوة بإذن الله. شرفتمونا.